تشخيص الواقع يمكن هو أهم ما في الموضوع، ولا نستحي إن احنا نقول واقعنا إيه عشان نعرف نعالجه. في عائلات في الجهات كلنا بنعاني من هذا الأمر، صحيح. تلاقي في الآخر خالص ثلاث أسماء متشابهة لكل، تلاقي أسرة هي بالفعل كل الوحدات بقت أسر. احنا في القانون الجديد لا، الأمر مختلف. ده ليه مراكز قانونية وأمر مستقل، يعني ده وضع حالي تقدر تغيره ولا هتوزعهم ولا هتسيبهم؟ هيتوزعوا طبقا للائحة. لكن ما اقدرش اقول والله انتوا عيلة واحدة فما ينفعش، لا لا يعني خلاص ها. ده أمر انا واقع. يعني كان في خطأ، أخطاء مشتركة،